كيفكن حبايبي؟ صباح الخير حسب منين عم تتابعوني. اليوم اكلتنا فطاير بسبانخ. هلا بدكم شايفين، طبعا انا رحت لعند اختي قلت لها حابه فطاير سبانخ من تحت ايديك. مثل ما شايفين جابت كيلين طحين، طبعا حسب الكيلو ما يعادل مثلا الكيلو بيطلع 6 كاسات 7 كاسات حسب، ومي حتى تقريبا نص لتر حسب كمان الطحين. كل طحين بيفرق، فبياخذ مي حسب الطحين شو نوعه. هلا مثل ما شايفين عم تدعكا، ولا هون بلشت تعجنها مزبوط. شايفين بلشت تلملم على بعضها. طبعا حطيت للطحين رشه ملح، ما حطيت خميره لانه على القلي بتفرط الخميره. هلا مثل ما شايفين جابت هالبصلات، ما احلاهم شي بشهي. بلشت تقطعهم، طبعا بدها تقطعهم ناعم مشان شوف مشان تقليهم بالزيت. طبعا كلياتنا بنعرف فطاير سبانخ كيف بصير، بس كل واحد وله طريقته. في ناس ما بتقلي البصلة، في ناس ما بتقلي السبانخ، حسب كل واحد وطريقته. هلا حتى زيت بلدي مثل ما شايفين، وهلا بدها تقلي البصلات. يا عين يا عين، والله اشتهيتكم تكونوا معي. وهلا جبنا السبانخ، وهلا اختي كانت من قبل بنهار جايبة السبانخ وفارمته وفورة عليه. هلا بقى طالعته بس بدها تعصره. هلا مثل ما شايفين عم تعصر هالسبانخات عشان نبلش نشتغل فيهم. هلا عم تحطهم بالطنجره يلي بتتبل فيها. يا سلام ويا عين، والله اطيب اكل الفطاير بسبانخ. هلا مثل ما شايفين حطيت معلقه كمون ومعلقه كزبره يابسه، طبعا انتم شكل سوري الامر يعني دللوها كمان. معلقه فليفله، معلقتين حطيتهم، وحطيت نص معلقه فليفله حده، معلقتين معلقتين هدول معلقتين ملح، ونص معلقه فلفل، ومعلقه حمض الليمون. هلا اجى وقت دبس الرمان. يا عيني على دبس الرمان، هذا اللي بطيب الاكله. ان شاء الله ريته الف صحه وهنا. يا عيني يا عيني، شايفين ما احلاهم. هلا مثل ما شايفين البصله تقلت معنا، ونزلتها فوق هالسبانخ وبلشت تحركهم. شو هالهبله عم تطلع؟ انا الصراحة ما صدقت قيمة هالفطايرات وسبانخ صاروا لحتى اكل منهم. هاي بنتي مثل العادة بتسلم عليكم كتير. هلا هون بلشت تفرد هالعجينة، اهم شي ما تكون العجينة سميكة، لانه اذا كانت سميكة بنوب بنوب بتطلع مو طيبة وبيطلع القرص معجن معكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا لي لايك حلو مثلكم للفيديو، وتعلقوا لي تعليقات كتير. هلا حطيت هالسبانغات بقلبهم، وهلا بدي تشكل القرص. اكتبوا لي تعليقات كل واحد منين عم يتابعني لحتى نعرف الجمهور اللي عم يتابعنا الحلو من وين. شايفين وهلا هيك القرص ثابته شكلته. انا بحب هيك شكل القرص الصراحة، وفي قوالب الواحد بيحب يعمل بالقوالب، بس هي الطريقة كانت اسهل. هلا مثل ما شايفين هلا بشوفكم مرحلة القلي، وهيك وصلنا لمرحلة القلي، وهيك خلص وهالسبانغة ونقلوا وصار منظرهم شي بشهي. لا تنسوا تجربوها لهالوصفة، عن جد كتير طيبة والله. وهي مثل ما شايفين انا ما احسنت استنى، وهي دقته شايفين الهبله شلون بتطلع من القرص. بتمنى تجربوها، وريتوا الف صحه وهنا على قلبكم وقلبي. ايمت وين بشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله. بحبكم كتير، سلام.